مكملين وياكم كل فقراتنا الخاصة لحلقة هذا اليوم. بعد ما شفنا الرياضة الصباحية ننتقل وياكم لمحور حلقتنا لهذا اليوم. اليوم راح نطلعكم على عيادة طبية عراقية، لكن هي تختلف عن كل العيادات اللي ممكن أنا أزورها، ممكن ما تزورها وأنتم بنفس الوقت أيضا تزوروها. هذه العيادة تأسست من قبل عراقي أدرك بتأسيس هذه العيادة احتياج المئات المؤلفة من العائلات المتعففة، العائلات المحتاجة. احنا نعرف انه اليوم بالعراق نسبة الفقر عندنا جدا كبيرة، والاحتياج انا دائما اقول انه احنا عندنا فقر صحي وفقر مادي وفقر تعليمي، يعني عندنا بكل مجال عندنا فقر وعوز جدا كبير. لكن العوائل المتعففة اليوم، العوائل المحتاجة اللي عندها الفقر المادي اللي صعب انه توفر العلاج، صعب انه توفر مبلغ المعاينة الخاصة بأي طبيب، فاليوم لاحتياج هذه العائلات المتعففة والعلاج بالمجان، وتعاون هذا الشخص العراقي مع مجموعة من الأطباء العراقيين فتأسست العيادة المجانية في الرفاعي بمحافظة ديقار تحديدا، وانطلقت من هناك. شنو هذه العيادة؟ شلون تأسست؟ كيفية استقبالها للناس والعوائل المتعففة والمحتاجة وخدمتهم؟ وهل اكو جهات معينه ممكن انه تدعم هذه العياده وتقدم لهم المردودات الماديه حتى تساعدهم بتقديم العلاج وتقديم الفحوصات المجانيه لكل العوائل العراقيه المحتاجه؟ فراح نكون وياكم ويانا عبر السكايب ضيفنا لحلقه هذا اليوم قاسم الشويلي، مؤسس العياده المجانيه ومدير العياده في مدينه الرفاعي بذيقار. صباح الورد والعافيه. صباح النور السرور، حياك الله، اهلا وسهلا بكم، وشكرا لقناة الرشيد وكادر برنامج يوم جديد على استضافتهم للعيادة المجانية لبيان مشروع العيادة المجانية وكيف انجزنا هذا المشروع الانساني المبارك. الله يبارك فيكم. نورتنا اليوم، وكل الحب والاحترام لك ولكل ناسنا واهلنا الطيبين بمحافظة ذيقار. الله يحفظكم ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله، بكم البركة. الله يحفظكم استاذنا العزيز. شكرا لوجودك ويانا استاذ قاسم، ونريد بداية تعرفنا عن نفسك وتتحدث لنا عن تجربة العيادة المجانية، كيف تأسست؟ هل كانت فكرتك منذ البداية ام بمشاركة مجموعة من الشباب في الناصرية؟ بالنسبة لمشروع العيادة المجانية، احنا انا تعينت تقريبا بال 2017 مستشفى الرفاع العام محافظة ذيقار. شاهدنا الكثير من الحالات اللي العوائل المتعففة، حالات مرضية مستعصية، مرضى السرطان، عوائل لا تمتلك المال لمراجعة الأطباء بالعيادات الخاصة، فتبلورت عندنا عيادة مشروع العيادة المجانية. طرحت الفكرة بشكل يعني بشكل تحريري على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المنشورات، فطرحت بأنه نسوي عيادة مجانية بمدينة الرفاعي مشروع إنساني لخدمة العوائل المتعففة. فبدأ الدعم يعني يزداد يوم عن يوم بالنسبة للأخوة الأطباء، اشتركوا يعني كثير من الأطباء، الكوادر الصحية، كذلك الجهات الشعبية من شيوخ عشائر ومتطوعين وأيضا متبرعين من تجار في مدينة الرفاعي وبقية المناطق. بدأ مشروع العيادة المجانية يتطور يوم عن يوم. تبرع لنا أحد الأخوة الصيادلة في مدينة الرفاعي مكان للعيادة المجانية، وبدينا ندعو الأطباء للمشاركة بهذا المشروع الإنساني، بالإضافة لدعوة الكوادر الطبية الأخرى من صيادلة وتمريضيين وكوادر وسطية أخرى، وكذلك الأخوة بدار الصحة ذيقار، والكل تعاونوا ويانا وبدينا نطور هذا المشروع. الآن وصل اليوم عدد الأطباء اللي متعاونين ويانا بالعيادات الخاصة حدود أكثر من 400 طبيب مختلف اختصاصات. طبعا العيادة المجانية ما تشمل بس الرفاع، يعني توسعنا إلى مناطق ثانية، تقلع السكر، الفجر، النصر، المناطق المحيطة بينا. نعم. وكذلك الأخوة بقية الأطباء. حلو. طيب أنا هنا قاسم إذا تسمح لي أريد أعرف منك إنه أبرز الاختصاصات الطبية المتوفرة بهاي العيادة، شنو أبرزها بالاختصاصات؟ كل الاختصاصات. إحنا نظامنا بأنه المكتب مالتنا نستقبل به المراجعين من العوائل المتعففة من عدة مناطق، طبعا بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية وكذلك وكلاء المرجعية الدينية، على إنه ان نشخص العوائل المتعففه من اللي محتاج، وعندنا فريق تحري ايضا عن قاعده بيانات عن العوائل المتعففه بالمنطقه اللي احنا بيها. يعني هنا اكو فريق جوال اللي يتجول حتى يبحث عن العوائل المتعففه المحتاجه حتى يرصدهم لكم، واكيد يتجهون لهذه العياده. بالضبط. لا هو الفريق هو تابع لنا، لان احنا عدد يعرف فريق خاص بكم. بالضبط. فاحنا نحدد العوائل، عندنا قاعده بيانات متكامله بالاضافه للتنسيق ويا اكثر من 24 مؤسسه خيريه وفريق تطوعي،
صارت عندنا قاعدة بيانات عن العوائل المتعففة. من يجون العوائل للعيادة المجانية احنا راح ندسهم بوصفة خاصة للأخوة الأطباء اللي قريبين علينا بالعيادات الخاصة أو كذلك بالعيادات الثانية. وأحيانا أكو مرضى يحتاجون بأنه نزورهم بشكل ميداني. مشاهد وأنت تتحدث لنا عن صور بالعمل أثناء العمل الفريق لا الفريق هذا جاي. ممكن بس تشرح لنا عن الصور؟ بالنسبة للصور هذه الصور بعض العمليات مثلا هذا عندنا هنا طفل عندنا فتحاب القلب أخذناها لحد المستشفيات بالعتبة الحسينية. هنا عندنا بعض المرضى أخذناهم علاج مجاني مستشفى الكفيل أيضا تنسيق ويا الأخوة بالعتبة العباسية. هنا عندنا مثلا أحد المرضى اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا مقرنا على كرسي معاقين. هنا عندنا زيارة ميدانية لأحد الأطفال. هنا عندنا افتتاح منزل لأحد العوائل المتعففة للعيادة المجانية. مثلا هنا الطفل اللي هنا عنده مرض جلد ايضا عالجناه. هنا الطفل هذا اللي عنده ورم سرطان بالرجل ايضا قدرنا نساعده. هنا عندنا سفر الاطفال الايتام اللي اخذناهم اكثر يعني طلعنا سفرات. هنا زياره لاحد جبهه التظاهرات ايضا الاخ مختدي مدينه رفاع. هنا عندنا حمله توزيع الثلج على العوائل المتعففه وزعنا يعني اكثر. طيب وزعنا حلو يعني طيب. هذه الجولات اللي قمتوا بها ومشاريعكم هذه اللي ننحني لها طبعا احنا محبه واحترام لانه من القلائل اللي نلقاهم انه اليوم يهتمون بالعوائل المتعففه بالناس المحتاجه. واحنا اليوم عندنا نسبه الفقر جدا جدا كبير يعني عند العوائل اللي صعبه انه يوفرون علاج، صعبه انه يكون عندهم مبالغ ماديه يقدرون بها يروحون لاي طبيب. ونعرف احنا اليوم الاسعار جدا جدا باهظه بتكلفه العلاج وحتى تكلفه الاستشاره الطبيه. قاسم طبعا يعني احنا نعرف انتم بالاساس اطباء وعندكم مسؤوليات سواء بالعمل او بالحياه الخاصه، كيف توازنون بين العمل التطوعي في العياده المجانيه وبين عملكم الاساسي؟ بالنسبه لاغلب الكوادر احنا دوامنا يكون يعني صباحي بالمستشفيات، فدائما العصر احنا مسخرين وقتنا او بايام العطل الرسميه او مثلا باوقات احيانا اوقات الليل احنا الفريق ميدان عندنا يطلع. ما شفنا يعني انه العمل التطوعي العمل الانساني ما اثر على عملنا الخيري، بالعكس هو زادنا الدافع وانه نحس براحه نفسيه وانه لنا دور بالمجتمع بنخدم ناسنا ومناطقنا وناسنا اللي هم لهم يعني لازم واجب علينا بانه نخدمهم. واحنا ايضا عندنا ببالنا منه فكره بانه نحس انه صوره ايجابيه عن مهنه الطب، لانه مهنه الطب الكوادر الصحيه انه هي مهنة إنسانية، وعلى العكس بأنه اللي جاي نشوفه حالياً صحيح. بارك الله جهودكم قاسم أنت والفريق. طيب قاسم ممكن تتحدث لي أنه كم مرة يعني كم حالة مراجعة استقبلتوا لحد الآن منذ التأسيس؟ بالضبط احنا أسسنا العيادة سنة 2019، طبعاً عدد المرضى اللي استقبلناهم الحالات اللي عالجناها بحدود 15,000 مراجع، يعني هاي كلها مسجلة عندنا في سجلات خاصة. عدد العمليات اللي اجريناها بحدود اكثر من 5000 عمليه جراحيه. طبعا المرضى اللي نستقبلهم بس مدينه الرفاع والمناطق المحيطه، اكو عندنا مرضى من بقيه المحافظات يجونا ايضا او احيانا نزورهم بشكل ميداني للمحافظات او عندنا تنسيق ويا مثلا كاطباء او دوائر صحه ثانيه نحاول ننسق بينهم نرتب لهم علاجاتهم. كذلك طيب. الشكر للاخوه وزير الصحه والاخوه بالعتبه الحسيني والعباس ايضا دعمونا من ناحيه انهم سهلونا اجراءات علاجات وإخوة المستشفيات أيضاً إدارات المستشفيات المحافظة أو بقية المحافظات أيضاً متعاونين ويانا. حلو طيب قاسم على سيرة العمليات الجراحية يمكن ذكرت 5000 عملية جراحية عملتوا لحد الآن؟ طيب. أي بالضبط عدد العمليات أكثر من 5000 عملية جراحية. تمام أكيد تكلفتها تكون باهظة الثمن، من يتحملها يعني أنتم كأطباء أم حملات تبرعات؟ لا أو كيف؟ بالنسبه للعمليات اللي اجريناها 5000 عمليه جراحيه كلها عمليات مجانيه، يعني ما كلفتنا شيء مادي لانه احنا عندنا اطباء ايضا متعاونين ويانا، عندنا بعض المستشفيات الاهليه ايضا متعاونين ويانا بانه يجرون عمليات مجانيه، بالاضافه للعمليات اللي نجريها كلها عمليات مجانيه سواء بالتنسيق ويا الاخوه بالعتبه الحسينيه او العباسيه والمكتب السيد وزير الصحه والمستشفيات كذلك اداره مدينه الطب. دكتور حسن اذا اكو دعم يعني قاسم يعني هنا انا فهمت انه العمليات مجانيه انه بدون تكلفه للمريض قصدك؟ بالضبط عدل عدل طيب هنا التكلفه اللي تتحملوها انتم التكلفه الماديه يعني اكو تبرعات لو اكو جهات معينه
تدعمكم انتم ماديا حتى توفرون الالات الخاصه بالعمليه الجراحيه للعلاج وكل هاي التفاصيل؟ لا لا، بالنسبه للتبرعات، تبرعاتنا نستفاد منها كانه اجور نقل للمرضى، توفير احتياجاتهم مثلا المنزليه مثلا، كذلك انه الاموال اللي تجينا نستفاد منها بالعلاج. تعرف اكو علاجات باهظه خصوصا مرضى السرطان. احنا عندنا بالعياده المجانيه في حدود اكثر من 600 مريض سرطان مسجلين، يعني جاي تسولهم زيارات ميدانيه، بالاضافه لانه نعطيهم مبالغ ماديه شهريه، يعني بانه جور نقل، مصاريف احيانا يحتاجون مصاريف بالمنازل، بانه كعان العوائل او سلات غذائيه. يعني احنا مشروع العياده المجانيه ما يختصر بس بالجانب الطبي، مثل ما يعني اللي هو يصور بانه العياده المجانيه خاصه بس بالجانب، هو فريق متكامل، يعني بناء منازل، توجنا العديد من الشباب، ايضا توزيع سلات غذائيه، عندنا فريق ميداني بايام كورونا ايضا. يعني حلو، يعني انتم هنا مو فقط عياده مجانيه علاج وعمليات، يعني يعني انتم باكج كامل، يعني انتم كوادر خيريه، يعني ايادي بيضاء من محافظه ذي قار الناصريه الابطال، يعني حتى توفر لهم منازل، توفر لهم سلات غذائيه، توفر لهم احتياجاتهم، مصاريفهم اليوميه، قوتهم. لا انا ابين فد جزئيه، احنا بالاساس بانه ممكن احنا العياده المجانيه انه نختص بالجانب الطبي، بس تعرف المريض اللي يجيك اللي من العوائل المتعففه ما يحتاج بس بالامور الطبيه، يحتاج مثلا سله غذائيه، صح، يحتاج ملابس، اكو عوائل عندنا ايتام، اطفال ايتام يحتاجون سفرات ترفيهيه، او مرضى سرطان يحتاجون زيارات معنويه. تعرف انه المريض ما يحتاج بس علاج، يحتاج زياره ميدانيه، يحتاج انه واحد انه يوضح له بانه المرض شيء سهل، ويبدا بانه يستسهل عليه الشيء الصعب، حتى انه يحتاج نفسيته، يحسن من نفسيته احيانا، يقومون بزيارات مثلا كمراقد دينيه او فشل غير نفسيته او متنزهات، واخذناهم هواي حلو. طيب خاصه يعني اكو، اذا تسمح لي اكفد جزئيه، يعني هسه اكفد سؤال يراودني، هذه العمليات اللي قمتوا بها هي داخل محافظه الناصريه؟ طيب داخل محافظه الناصريه ومستشفيات ايضا. حلو، هل يعني ساعدتوا وساهمتوا باجراء عمليات جراحيه خارج العراق؟ نعم، بالتنسيق ويا العتبه الحسينيه، قسم الشؤون الدينيه الصحه والتعليم الطبي، وكذلك ويا مكتب وزير الصحه، مكتب وزير الصحه اللي هو الدكتور هاني، وكذلك الاخوه الوزير السابق الدكتور حسن محمد التميم، ايضا كان هو متعاون جدا ويانا يعني من ناحيه بانه الحالات الصعبه خصوصا جماعه الفتحات بالقلب، هذول اللي يحتاجون مثلا زراعه النخاع، زراعه الكبد، الحالات المستعصيه، الحالات المستعصيه اللي ما نقدر نعالج داخل العراق. يعني طبعا احنا الاطباء عندنا اختصاصات مختلفه، ما عندنا اطباء، عندنا حدود 400 طبيب، يعني امكانيات عراقيه وكلهم اطباء عراقيين. يعني وهذه هنا يعني كلها جهود شخصيه يعني منكم ومن العتبه اكيد، بمصاريف السفر والتكلفه والعلاج وكل هاي التفاصيل. بالضبط. طيب بالنسبه احنا شنو اللي يعني اللي ميزنا عن بقيه الفرق التطوعيه، بانه المرضى اللي يجون ما راح يتعب. مثلا لنفترض انه انا هسه اليوم قضاء رفاعي، من ادز مريض مثلا المركز المحافظه، انا عندي هناك كادر موجود، وكادر العياده موجود داخل المستشفى، كان يكون يوم خفارته، راح المريض حق الشخص قدامه يستقبله، يسهل الاجراءات، يعني المريض يروح مطمئن ومرتاح، لانه احنا صرنا عائله واحده ويا المرضى، بحيث ما يتعب الاجراءات، شلون يسوي اجراءات العمليه، مو كلها يعني انه سهل وايد. كم عمليه سويتوها خارج العراق؟ يعني بحدود تقريبا اكثر من 150 200 عمليه جراحيه مختلفه، والاغلبيه عمليات خصائص القلب اللي بتنسيق ويا العتبه الحسينيه، وكذلك مكتب السيد وزير الصحه اللي ارسلناهم الترك على طريق الاخلاء الطبي. حلو. طيب قاسم، انت تحدثت قبل قليل انه العياده المجانيه هذه متمركزه نقول محافظه ذي قار، وبالاضافه الى فريق جوال، وهناك 400 طبيب منتمي لهذا الفريق او لهذه العياده المجانيه، هل هي متواجده فقط في محافظه ذي قار ام هناك فرق اخرى للمحافظات العراقيه الاخرى؟ لا، بالنسبه للعياده المجانيه، العياده المجانيه احنا حاليا يعني كتاسيس برفع صارت، حاليا انفتحت عياده مجانيه بالنصر، قضاء النصر، وكذلك عياده مجانيه اخرى كربلاء، واكو عمل على انه تفتح عياده مجانيه بالديوانيه اللي راح تاسس اعتقد العتبه، يعني بدعم العتبه، يعني تاسس هذه العياده المجانيه بالتعاون مع الاخوه الاطباء والكوادر الصحيه، مشابه للعياده المجانيه اللي بالرفاعي. فهذه الفكره بدات يعني تنتشر بقيه المحافظات،
كذلك اكو عياده مجانيه راح تفتح ايضا في الانبار قضاء القائم. اي هم تواصلوا ويانا على انهم استنسخوا الفكره شلون احنا بدينا بالعمل شلون طورنا الفريق، بدوا يعني ياخذون الفكره واحنا مستعدين بانه اي محافظه او اي قوادر صاحب اي منطقه بالعراق احنا حاضرين بانه ندعمهم بانه بالفكره شلون بدينا بالعمل شلون تعاملنا نظام عمل، على انه هو الهدف هذا المشروع بانه نعزز وانه نطور هذا المشروع الانساني في كل محافظات العراق. يعني حلو، هنا انت ذكرت انه نطور هذا المشروع الانساني من 2019 من تاسيس هذه العياده لليوم، ماكو اي جهه حكوميه داعمه او منظمه دوليه ممكن تدعمكم لو كل المجهود ذاتي لليوم؟ ما قدمتوا طلب انتم لجهه حكوميه معينه او لمنظمه دوليه؟ لا لا، بالنسبه للدعم احنا الدعم يختصر على بالنسبه لنا احنا جهدنا جهد ذاتي، بس الدعم اللي هو الاطباء الاخوه الاطباء بعض الاطباء مو بس يتبرعون بالعلاج والاشياءات مجاني والفحوصات والمختبرات مجاني، لا اكو بهم ايضا يتبرعون بالعلاج. يعني انا هسه اعرف او عندي بعض الاطباء جاي يتبرعوا لي شهريا بمبالغ ماديه للعلاج. هذول يعني اطباء اطبائي انا اقصد هنا جهه حكوميه اليوم من الحكومه العراقيه عدا وزاره الصحه مكتب السيد وزير اللي جاي يسهلون الحالات المستحصين. وبالنسبه للاخوه العتبه ايضا اكو حالات ما نقدر نعايش المستشفيات الحكوميه، ننسق ويا الاخوه اللي هيئه الصحه مشكورين ايضا ما قصروا، انا بالحالات اللي ما نقدر نعايش المستشفيات الحكوميه يسهلون امرها ومرات نرفع طلبات سماحه الشيخ عبد العزيز الكربلائي حلو. يعني انا هسه فهمت من خلال كلامك انه اي جهه حكوميه من الحكومه العراقيه هي غير داعمه لهذه العياده المجانيه. لا بالنسبة للجهات الحكومية ما عندنا حكومية ما وزارة الصحة عدا الأخوة بالحسينيين العباسيين اللي يسألون إجراءات العمليات، يعني بأنه الحالات الصعبة اللي ما نقدر ننسق وياها. تمام. طيب قاسم، أثناء عملكم كفريق طبي وتقدمون المساعدة المجانية للمرضى والمراجعين من خلينا نقول الطبقة الفقيرة، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم أثناء هذا العمل وكيف ممكن أنه تبحثون عنها الحل من أجل الاستمرار في المساعدة؟ بالنسبة للصعوبات بأنه عندنا صعوبات في المرضى الحالات المستحصية كمرضى السرطان، مشكلة بأنه علاجاته مكلفة جدا، أكو بعض شهرين تتجاوز فكيف علاج السرطان؟ هاي عصر يعني ما هو مرضى السرطان حالات مستحيل وجماعة عشرة يعني، أما البقية الحالات لا لا على اللي جاي يسهل الأمور سفر إنه هو يعني سامته في الأخوة الأبواب وأدوارات طبعا. إحنا قاسم طبعا إذا تسمعني طبعا إحنا يمكن شوية ضعف الشبكة اللي بيننا وبينك، يمكن ده سبب لنا مشكله يعني بكيفيه ايصال الفكره او كيفيه جوابك على السؤال، يعني والوقت يداهمنا بنفس الوقت، يعني تعرف انه عندنا عده فقرات، فاني جدا ممتن لك واحنا جدا فخورين بكم كابطال كجيش ابيض اليوم، خدمتكم تقدموها وواجبكم تقدموه لكل العوائل العراقيه المتعففه، العوائل العراقيه اللي اليوم تتمنى من اي جهه حكوميه تدعمها، فاليوم المجهود الذاتي والشخصي من المواطن العراقي هو اللي يدعم هذه العوائل، هو اللي يلجأ له حتى يقدم لهم كل المساعدات وكل احتياجاتهم. شكرا لك قاسم وكل الحب والاحترام لك ولكل هذه الكوادر والمحافظة الناصرية. إذا مشاهدين الكرام خلونا إياكم ننتقل لفاصل وبعدها نتواصل بكل فقراتنا اليوم.